علي محمد من بقيق كسب 8000 ريال، سارة فهد من الرياض كسبت 25000 ريال سعودي، علي اليامي من نجران كسب 20000 ريال كاش هدية. جوائزنا متنوعة متعددة كثيرة يومية وأسبوعية، وأنتم تستاهلون أكثر. شاركوا معنا في برنامج المسابقات الجمل بما حمل، ضاعفوا ربحكم مع كل إجابة صحيحة، وبالإضافة اربحوا جوائز نقدية أسبوعية بأكثر من 50000 ريال سعودي بالمجموع. للاشتراك ارسل كلمة فوز برسالة قصيرة إلى الرقم المرادف لبلدك. جمل بما حمل، الليلة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، على NBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.